أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد أن الشيطان الذي يوسوس للإنسان في صلاته أن اسمه خنزب؟ هذاك في الوضوء الذي ورد في اللي على بالي أنه هذا في الوضوء. نعم أحسن الله إليكم صاحب أو الفضيلة. أو في الوضوء قال له الولهان. نعم الله أعلم. نعم.